يقول السائل: متى يعتبر الوقوع في عمل كفري إن صاحبه متأول؟ إذا كان له احتمال، إذا كان له احتمال، أما إذا ما فيه احتمال فهذا غير معذور. تأويل إنما يكون مقبولا إذا كان له احتمال في الدليل، أما إذا كان ليس له احتمال في الأدلة فهذا يعتبر ضلالا ولا يقبل منه إنه يقال متأول أو مجتهد، لأن النص ظاهر ما فيه احتمال.